أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الوعدة الأولى التمهيد والدار والدرس الرابع. التدريب الأول، استمع ثم دع علامة صحيحة في المربع المناسب. He wants you to listen to the audio and choose the right option. You have two options here. So you will tell me which option is better. Mr. Do you hear me? Yeah. Okay. So I will play the audio and you will tell me which option is correct. الوحدة الأولى، التحية والتعارف، الدرس الرابع، التدريب الأول. استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. واحد، هذا. أيها هذا man السورة boy boy الأولى، أولى السورة الأولى. أولى yeah اثنان، أخت أوك ثلاثة، باتر Wait, I think it did not. Okay. أوكي مدرس. مدرس، أي خيار؟ مدرس تيشر السورة الثانية، الثانية السورة الثانية. أوكي أربعة، مصر. أربعة أي خيار؟ السورة الأولى أو الثانية؟ هو يقول مصر. مس إيب السورة الأولى، you need to say السورة الأولى first السورة picture. الأولى السورة الثانية خمسة، طبيبة طبيب دكتور أيها السورة الأولى أو الثانية؟ دكتور تو السورة الثانية. السورة الثانية اوكي ستة، أنتي go أنتي السورة الثانية، second picture. أوكي التدريب الثاني، أشيل السورة التي تسمع اسمها. فهنا لديك أربعة أخيار، يجب عليك أن تختاري الخيار الصحيح. Give me a minute, I need to open the door. So here he wants you to choose the right option. Miss Aisha. Can you hear me? نعم. So you have four options. You will tell me which picture is this. التدريب الثاني، أشر إلى الصورة التي تسمع اسمها. أولا، أخت. أخت، أي خيار؟ أخت دال دال، أوتو صحيح، دال. ثانيا، أنت.
أيوه يا أنت أربعة. في با هذه نحتاج أنت حمزة. حمزة صحيح ثالثا مدرس مدرس. دال. دال صحيح مفردات إضافية الأرض ذو الوسط واحد so next student we have is let me check the name Hakim Galgalo Hakim Galgalo is up here then Nimko Mishoor السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام You listen to the vocabulary and you will repeat it. الوحدة الأولى التحية والتعارف الدرس الرابع مفردات إضافية العرض انظر واستمع وأعد واحد واحد اثنان اثنان ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة خمسة خمسة التدريب الأول سل بين العدد والصورة المناسبة مهناز شفيق مسيو Yeah. ما واحد الجواب للسورة الأولى؟ واحد صحيح واحد والسورة الثانية؟ أربعة أربعة والثالثة السورة الثالثة؟ ثالثة ثلاثة ثلاثة أوكي السورة الرابعة؟ خمسة لا لا اثنان two books تو بوك اثنان اثنان اوكي اثنان اثنان وخسرت أربعة الخامسة خمسة 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 التدريب الثاني رتب الأعداد so he wants you to arrange the number عائشة نعم اقرأ هذا العدد three number three ثلاثة لا لا this one واحد what is it called واحد واحد ماذا نكتب واحد هنا واحد الثاني اثنان اثنان وهنا ثلاثة ثلاثة وهنا أربعة أربعة وهنا خمسة خمسة التدريب الثالث أشر إلى العدد الذي تسمعه كل الأدنى مشاعر أوكي كل الأدنى مشاعر
In third question, he wants you to point toward the number which you hear. We will skip this exercise. And in four number, he wants you to say the number which is pointed. Hakeem Galgalo. He is not here, so I will have to remove him from the meeting. He can watch the class recording. Next student, Nimko Yashi. This student is also, I think, just listening, so I will have to remove him. He can join us next time. Then we have Samia Kayoum. Samia, ikra'i hadha al-adad. Wa alaykum as-salam. Ikra'i hadha. Read this number. Say this number. Wahid. Isnan. Isnan. This one, repeat. Isnan. Yes. Khamsa. Khamsa. Isnan. No, no. Khamsa. Then. Thalatha. Then. Summa. Arba. Arba. Summa. Wahid. 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 الوحدة الأولى التحية والتعارف الدرس الخامس التركيب النحوية grammatical structure التدريب الأول first exercise تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثالين two examples المثال الأول الطالب الأول هل أنت باكستاني؟ الطالب الثاني نعم أنا باكستاني. Next student تاتي مونتي نيغرو. قول. Yes. المثال الثاني الطالبة الأولى هل أنت باكستانية؟ الطالبة الثانية نعم أنا باكستانية. للرجال نستعمل فقط يا. باكستاني، تركي، مصري، سوري، أمريكي. ولكن للنساء نستعمل يا وتا مربوطة. باكستانية، مصرية، تركية، سورية، أمريكية. So هذا فرق بين الرجال والنساء. هنا سأسألك وأنت ستجيبين حسب الصورة. I will ask you a question and you will answer me according to the picture. هل أنت تركي؟ نعم. Complete answer. هذا تركي. نعم أنا تركي. نعم أنا تركي. هل أنت تركية؟ نعم أنا تركية. هل أنت مصري؟ نعم أنا مصري. والآن أنت ستسألين وأنا سأجيبك. Now you will ask the question and I will answer you. Anti Misriya. Naam, ana Misriya. Hal anta Suri? Naam, ana Suri. Hal anti Suriya? Naam, ana Suriya. Al-Wahdatu al-Ula, Tahiyyatu wa Ta'aruf, Ad-Dars al-Khamis, At-Tadrib al-Thani. هاتي جملا كما في المثال. Bring sentences like in the example. المثال. So في المثال لدينا الصورة. في الصورة نحن نشاهد
المدرس. ولدينا كلمتين، الكلمة الأولى أخ، والكلمة الثانية مدرس. سنجعل جملة مثل هذا لكل سورة. في المثال، هو جعل الجملة هذا أخي هو مدرس. سو أخ يعني brother، يا ماي هذا أخي هو مدرس. So in this way you need to make a similar sentence for each picture. يجب عليك أن تجعلي جملة لكل سورة حسبي كلمتين موجودة تحت كل سورة. Okay, next student, Mehnaz Shafiq. هل أنت هنا؟ Are you here? Yes or no? Not here. Miss you? Yes. اجعلي جملة حسب هذه السورة. Make a sentence similar to this one for this picture. Hasa. Hasa aki. Huwa mudalis. This picture. Repeat. Oh, okay. Hasa ukti. Here. Oh. Hasi here. Hasi here. Hasihi ukti hiya mudalisatun. Sahin. Hasa sadik huwa tabib. Hasa sadiki. Oh, hasa sadiki huwa tabib. Hasihi Sadiqatun. Sadiqati. Okay. Hasihi sadiqati. Hiya talibatun. Hasa akhi. Huwa muhandis. Muhandis. Hasihi ukti. Huwa iya muhandisatun. Iya, iya. Oh, iya, iya. Mudalisatun. Tadribu salis tibanda li suwala wal jawaba ma'a zamilik. Kama fil misal. Al misal. Una kalima ant. Izalika at-talib al-awwal. Yasal. Min aina ant. At-talib al-sani. Yajibu. Hasba hazihi al-kalima. Anna min Pakistan. So you first student will make the question using the first word and second student will make the answer using the second word. Aika and Zadish are saying they can't understand. Okay. I am sorry, I will just watch the class because I can. Okay. Aika and Zarish, आपको किस चीज की समझ नहीं आ रही है अभी पूछने? मन मन अंता आयका और जैरिश कोई सवाल है तो अभी पूछ लें. Yes, sir. जी कोई सवाल है आपके? जी आपकी आवाज के लिए समझ नहीं आ रही कि आप क्या करवा रहे हैं. हम अरबिक लैंग्वेज यहाँ पे करवा रहे हैं. इसमें अगर किसी चीज की समझ नहीं है तो सवाल पूछ लें. कोई लाजमी या मुश्किल है तो पूछ सकती है अभी.
Next student, Aisha Imran. I will ask you a question according to this picture and you will answer me according to this picture, okay? Naam. Hal anti min aina anti min aina ant ana min Turkiya min aina huwa ana min Suriya lala min aina huwa where is he from huwa min Suriya min aina hiya hiya min مصر مصر من أين أنت؟ أنا من باكستان الوحدة الأولى التحية والتعارف الدرس الخامس التدريب الرابع هاتي جملا كما في المثال المثال اسمي خالد كل طالب سيخبر عن اسمه So here everyone will just tell his name using this word. Ismi mean my name. My name is Khalid. So next student will say, my name is Khalil, my name is Khadija. Haika Rahman. Jumla bnaya. Assalamualaikum sir. Waalaikum assalam. Student Jumla bnaya. اسمي خليلة اسمي خليل good next اسمي ختيجة next اسمي محمد next اسمي فاطمة correct التدريب الخامس هاتي جملا كما في المثال المثال لدينا كلمتين الجملة الأولى حسب الكلمة الأولى الجملة الثانية حسب الكلمة الثانية أنا تركي أنا من تركيا I am Turkish I am from Turkey So you need to make two sentences as we have two words in each one Samia Kayum السلام عليكم جيسر وعليكم السلام ما هي الجملة الأولى هنا؟ أنا سورية صحيح أنا من سوريا صحيح أنا مصرية أنا من مصر صحيح أنا باكستاني أنا من باكستان صحيح أنا تركية أنا من تركيا صحيح الوحدة الأولى التحية والتعارف الدرس الخامس ملخص التراكيب summary of the structures so هنا سنجعل الجمل أنا طالب أنا مدرس أنا طبيب أنا مصري أنا تركي أنا سوري أنت طالب أنت مدرس أنت طبيب like this ينصابي إيسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما هي الجملة الأولى هنا؟ What is the first sentence here? أنا طالب. صحيح. الجملة الثانية؟ أنا مدرس. صحيح. أنا طبيب. صحيح. أنا مصري. صحيح. أنا تركيا صحيح أنا سوريا سوري زارش رحمان وعليكم السلام make the sentence أنت طالب Repeat. جملہ بنانا نا آپ نے ان دو لفظوں کو جوڑ کے انا طالب انت طالب
أنت طالب. Next. أنت مدرسة. أنت مدرس. أنت طبية. أنت أنت مدرس. طبيبة. مدرس كسرة راكزة. مدرس. Next. أنت طبيبة. أنت مصرية. مصري. مصرية. أنت مصرية. أنت تركية. تركي يعني أنت كلها سورية. مصري تركي سوري. لمبا کرنا تھا اس کا اور زبر نہیں پڑھنی یہاں پہ آخر میں. دوبارہ پڑھیں تركيا. پھر یعنی تركي. کلا کی. یس کی کی بات آگے. أنت سورية. پھر یا آپ نے کہنی ای کی بات نکالنی آگے نہیں نکالنی. سوری. أنت سوري. ٹھیک ہے اس کو دوبارہ پڑھیں اس کو دوبارہ پڑھیں اس لفظ کو. أنت تركي. ٹھیک ہے اب اس کو پڑھیں. أنت مصري. صحیح اب صحیح پڑھیں. أنت طبيب. نیکسٹ اسٹوڈنٹ اور اجل الجملة. هو طالب، هو مدرس، هو طبيب، هو مصري، هو تركي، هو سوري. صحيح. ميناز. miss you. Yeah. أنا أنا طالبة. أنا مدرسة. أنا طبيبة. أنا مش مو مثلي. مصرية. أنا مثلية. أنا تركية. أنا سورية. عائشة عمران. نعم، أنت طالبة، أنت مدرسة، أنت طبيبة، أنت مصرية، أنت تركية، أنت سورية. هيكا رحمان. Yes, sir. Next sentence. اگلا جملہ بنائیں. هي طالبة. هي طالبة. Next. هي مدرسة. 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 هي طبيبة. هي مصرية. 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 هي تركية. هي سورية. عثمان. تاتي ينوسابي. وعليكم ورحمة الله وبركاته. يس رين دسمان. وعليكم السلام. من أين أنت؟ يس. من أين أنت؟ يس. من أين هو؟ من أين هي؟ هي. دسمان. أنا من باكستان. أنا من تركيا. أنا من مصري. أنا من سوريا. Next.
زارش رحمان. جملہ بنائیں. انت من پاکستان. ریپیٹ. زارش آر یو ہیئر؟ مسحور. Yes. جملے بنا اس پیج کو مکمل کر. کون سا والا؟ انت من پاکستان. انت من پاکستان، انت من ترکیا، انت من مصر، انت من سوریا. نیکسٹ. ہوا من پاکستان، ہوا من ترکیا، ہوا من مصر، ہوا سوریا. ہوا من سوریا. اس پہ آ جائیں. نام. هل انت پاکستانی؟ اوکے، آئی تھنک دس از انف فار ٹوڈے. دیز سینٹینسز آر جسٹ ریڈنگ. وی کین پروسیڈ ٹو دا نیکسٹ ون وچ از ووکیبلری. So any student can answer. This is a speed review. So anyone can answer if you know the answer. Anyone? ذلك. ذلك. ذكر. إلى. أي. ذلك. غير. 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 عنصر. كما. 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 مذكر. أنت. أنت. أنت أو أنت. كثير. 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 كثيرون. دولة. دول. دولة. كم. جاء. جاء. يجيء. finish. تمام. تمام. ما يتم. تم. إن. أن. إن. didn't. لم. لم. أها. أحد. 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 واحد. أخ. أخ. إخوان. إخوة. قبل. قبل. سنة. سنة. third one. سنوات. سنون. كيف. كيف. first one. أمر. أمر. أمور. مرحلة. مرات. مرة. هل. نيو. جديد. 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 جدد. واحد. 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 لأن. لأن. كيف. ليس. ليس. أكثر. كبير. كبار. ثاني. رجل. خلال. خلال. بلا. 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 ناس. ناس. ثاوزند. ألف. 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 طريق. 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 طرق. طريق.
وين إن إلى لذا لا إلى لذا صورة صورة صور company سياسة شركة 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 فورت سبب سبب أسباب سبب عدد 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 أرض أرض عملية عملية عمليات فورم شكل أشكال إن want إرادة أريد أراد أراد يريد أراد عين عين عيون عيان الذين دينا عن أسرة أسرة أهل 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 خصوص خاص خالص إما تلك 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 ذلك لكن 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 ذلك سنة سنة عام أعوام سنة أب 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 أما أما حيث إما أما إن هذا هذا هناك حتى 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 جميع 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 ماما ماما أن حق 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 عن 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 عند كيف عند عن 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 إن إن أمريكي أمريكيون Okay, that is enough for today's We will continue next time, inshallah. If you have any question, you can ask me. Mama, ana al-had. Al-ahad? Al-ahad mean one. Al-ahad mean one. No, had mean sharp. Hati jumalan. Hati. Hati. Hati mean bring. Hati bring. Okay. Hati. Anyone else?